بما ان الفراخ دلوقتي بقت يعني بسعر تقريبا جرام الذهب، محدش عارف هو في ايه، فاحنا جايبين فرخه يتيمه غلبانه زي دي داخله على 200 جنيه، فاحنا نقول الحمد لله، مش هنقول غير الحمد لله، ومفيش حل عندنا غير ان احنا نقطعها 15 ألف 15 ألف قطعه، عشان ايه؟ تحس ان انت عامله وليمه، وتحس ان ال 200 جنيه اللي انت دفعتيهم يعني، فاهمه انت؟ فاهمه انت صح؟ اه. فانا قلت بقى ايه، هقطعها 15 حته، عشان كده تحس ان انت جايبه فرختين في بعض، محدش عارف الصينيه دي عاملاها ايه، برضه في نفس الوقت ايه، يبقى غدا وعشاء عشان الموضوع يعدي على خير، وال 200 جنيه دول اللي احنا دفعناهم يبقى حقهم يعني ايه، هدانا شويه. قطعت الفرخه كده زي ما انتم شايفين، الفخده قسمته 2، الصدر قسمته 2 3، قعدت اقسمها كده كذا قطعه كذا قطع عشان املي بيها صينيه كبيره محترمه، بدل ما هي فرخه صغيره وغاليه على الفاضي، فاحنا ايه نكبر كده الموضوع ونأفور في الموضوع. في نفس الوقت الطعم بتاعها كان فظيع. جبنا كده بصلتين، قطعنا بصلايه، ودي البصلايه التانية هنخرطها كده عشان نحط عليها بهاراتها وملح وفلفل وحاجتها، ونتبل بيهم الفرخه اللي احنا جايبينها ب 200 جنيه الفرخه، لا حول ولا قوه الا بالله، هي ب 180 تقريبا يعني، مش 200 قوي عشان المصداقيه، بس مش مشكله برضه يعني، رقم برضه مش عارفه، احنا كنا بنجيب الفرخه ب 80 جنيه ونقول هي غاليه ليه. المهم دلوقتي حطيت على البصله ملح وفلفل، والبتاعه البهاء اللي هي بتطحن دي حطيت فيها كمون، قلت اجربه والله هعمل برضو عادي اتطحن يعني، وشويه بهارات فراخ، ودي شويه الملح، وقلبيهم كده ببعض بالفراخ كده، ادعكي بقى كده البصل بالملح بالبهارات بتاعته في قلب الفراخ كده، وسيبيهم مع بعض كده قيمه ساعه، ياخدوا ويدوا كده مع بعض كده ايه، وياخد من الطعم البهارات والبصل. وبعدين تجيبي صينيه حطي فيها حبه زيت اللي هو الزيت الغالي ده، عارفينه؟ اه، نحط حبه زيت من الزيت الغالي عليها الفرخه الغاليه، وتحطي كده تبقي انت عامله ايه، اكله غاليه يعني. المهم نزلت الفرخه، بص الفرخه كبرت كده وما شاء الله كده ايه، يعني تحس ان هي ولدت معانا لما قطعناها حتت كتير. ونزلنا بالبصل عليها، ونحط بقى عليها الخضار بتاعنا، فلفل اخضر، فلفل حامي، بطاطسايه متقطعه حلقات عشان تغمس كده وتغمسي، يبقى كله في صينيه واحده، وتنزل عليها بعصير الطماطم اللي انت عصرتيه، ومعلقتين صلصه لو انت عايزه. وعشان الاكله دي تبقى حلوه، عايزه شويه رز بالشعريه كمان، كتري من الشعريه لان الشعريه ارخص من الرز، فتبقي انت شلتي العمليه يعني، يبقى دي حاجه شلت حاجه. وشويه ملح بقى، وحبه حته سمنه، وخلاص، وقلبي ده كله ببعضه، وانزلي عليها بالميه بتاعه الرز، وخلاص كده يعني خلصنا الغدا الغالي الحلو ده يعني، ما علينا الحمد لله. بس المهم عملنا لقمه سخنه حلوه في الجو البرد ده، وكلنا اتلمينا على صينيه البطاطس بالفراخ. طبعا صينيه البطاطس بالفراخ ده يعني عشق طبعا، اللي احنا اتربينا عليه طول عمرنا، اللون والريحه ده اللي احنا اتربينا عليه طول عمرنا. تعالوا بقى عشان نشيل الفرش. ايوه اشتروا حلو. انا مش من وراكوا الفلاش؟ زغروطه على قد حالنا. ماما في بالها دلوقتي ان هي بتساعدهم، وهي واقفه تتفرج عليهم. ماما ايه؟ ولا حاجه. انت عايزاها تشتغل؟ في خد تعالى انزل كده، طلع دي معانا، تعالى خد دي، يلا يلا. عاش يا ابطال، عاش يا ابطال. اه، شارع عم مسعد ياخدهم عشان ما ينساهمش. واخيرا طلعنا المراتب والمخدات والتكاوي والشلت وكل الحاجات اللي احنا جبناها، طلعناها شقه العروسه. انا جبت المشمع يا ولاد، انا جبت المشمع، هبلتوني على المشمع، انا كنت نسيته، فالحمد لله ان انتوا فكرتوني، فجبته وانا جايه. انا اقعد بقى نفرشه عشان نفرشه في الدولاب وفي التسريحه وفي المدراج وكده يعني. يلا سموا بالله كده وصلوا على النبي وتعالوا. ما تحرمش منكم والله، انتوا اللي بتفكروني بالحاجات دي، ساعات حاجات بتبقى فايتاني، والكومنتات هي اللي من على المزيد، والكومنتات هي اللي بتفكرني. ربنا يخليكوا ليا. اشمعنى المره دي ما قلتيش يعني على النديم برضو؟ اه برضو على النديم، مش كده انك مسروقه؟
ده حسن الالوان ده حلو والله والله حلو. انا عايزه الوان متناسقه. ما هو دي الازرق ياما يا شماعه بتليق عليها. طبعا بروحها على حاجه انت مش تعبانه فيها. الحمد لله ان هي ما شافتش لون المشمع. نادين وقفت جنبي بقى كده ترص في الطرح، وانا قعدت اخد مقاس الكومودينو بقى والحاجات دي عشان افرش المشمع ده جوه الكومودينو وجوه الدولاب وجوه الدرف. اما بالنسبة للمفرش اللي على التسريحة خالص اللي انتوا عايزين نشيله، احتمال لو انا لقيت حد يبيع هنا جنبي او قريب مني مفرش فرو، اوعدكم ان انا هشتري مفرش فرو واشيله، يعني واحط له المفرش البامب اللي مش عاجبكم ده هشيله خالص ونحط مفرش فرو، بس ده لو انا لقيت حد يعني. المهم كده حطيت المشمع اللي انا قطعته في الدرج، طلع المشمع كبير، قلت لا عشان ما يبقاش مكلكع وهي اصلا مش طايقه الحاجات دي كلها ومش طايقاني انا ذات نفسي، فقمت قصاه تاني وظبطته. تقول لي هو ده لازمته ايه يا ماما؟ اقول لها حبيبتي لازم تفرشي مشمع في الدرج. عايزه اقول لكم ان احنا ساعات عندنا هنا بنغلف الدرج كده بقماش زي القطيفه، فكره بيبقى حلو قوي، بس هي يعني فاتت على ابراهيم بقى ما ايه ما خدش باله ان هو يعمل الدرج كده، فمش مشكله يعني عادي بنحط له في مشمع كده بيدي شكل حلو كده وبيخلي لونه ابيض. انا جبت مشمع ابيض وربنا ستر ونديم ما ايه مركزتش وعديت الموقف يعني، طبقته كده من الناحيه الثانيه وخلاص بقى زي الفل هو مكانه حلو. هننزل بقى نادين، انا كنت هحط الحاجات دي، قالت لي يا ماما انا هرصها، انا سيبي التسريحه وانا هقعد ارص الدرج واسويها عشان احطها. جيت احط قالت لا 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 مالكيش دعوه انا هرص انا يا ماما. قلت لها براحتك خليك. قمت داخله بقى شلت بنشيل الحاجات اللي احنا عملناها ونفرش المفرش ونحطه تاني يعني يعني جل من لا يسهو. معلش نشيله ونحط نشيله ونحط معلش لسه اصلا في هدوم بيجامات انا هطبقها، طلعت البيجامات اطبقها عشان اسيب حته لابراهيم يعين هدوم عشان انا مش هينفع كده وكل شويه تقول انا جايبه لك حاجات قليله والله جبت حاجات كتير. تعالي كان طبعا احسن ان احنا كنا فرشنا المفارش في البدايه خالص وبعدين حطينا. اخواتي والله فضلوا يا بنت المفارش نسيناها، يا بنت المفارش نسيناها، بس يعني ايه اما تعبتش قوي بينا نشيل حاجه ونحط المفرش ونشيل حاجه ونحط المفرش، كان الموضوع سهل يعني. هو تقطيع المفرش ده اللي رخم، بس اخد بقى ساعات نقعد نقيس بقى ومش عارفه ايه، فهو ده اللي رخم. انا عايزه بقى ان شاء الله مره تانية بس بعدين بقى، او نادين تبقى تعمله هي بقى ان شاء الله، تبقى تلزقه كده بالدبل كيس عشان ما يتحركش معاكي. المفرش نور الدنيا. عارفه عارفه بقى ده هنا كده وخلي حد يرفعهم لي على كده. الحاجات دي بقى خليت حد رفعهم لي وانا فرشت المفرش كده وايه وعدلتهم وظبطتهم تاني عشان المنظر ما يبص. وقعدت بقى كده اقطع على بقيه الحتت كلها واشيل نانو تشيل معايا وانا افرش المفرش وكده يعني، فاهمين قصدي؟ هتقولوا لي نشوى ليه مدلدله قوي بقت قديمه؟ والله انا يا جماعه مش عارفه المفروض تدلدل خالص كده ولا تخش جوه ولا ما اعرفش، انا عملته الشكل ده. هي بقى يا جماعه بصوا عايزه اقول لكم انا عملت اللي انا اقدر اعمله وجبت اللي انا اقدر اجيبه، فهي ربنا يا رب يفرحهم ويهديهم لبعض. هي بقى تجدد تعدل تشتري تعمل تشيل حاجه تحط حاجه، انا كده كتر الف خيري على قد ما انا بفهم وعلى قد ما انا بعرف، وشايفيني يعني احنا الحمد لله لوحدي وبعمل كله على قد ما انا بفهم، ما عنديش انا يعني الاختيارات ومش عارفه ايه وكده. فانا شلت حتى الملايات وحطيتها لها هنا، دي الملايات اللي على قد الاستعمال بس، لكن الملايات التانية كلها الناحية التانية في الدولاب التاني. وعدلت ده كده وخلصت الدنيا ويلا نروح بقى عشان انا ايه يعني تعبت بصراحة. بعد عناء وبعد يعني مرات والله والله احنا البنت اسمعني شوفهم اما البنت تبوظ ابوها. لا بص اقول لكم جرب يا ولد تجربه ما فيهاش هي نادين اشترت ده فهو كده كده هيترمى فحرام، فانا اقنعت علي ان احنا ندوقه فقلت له بصي على البنت هتمشي وهتسيبنا، فيبقى احنا خرجت من عندنا مش نفسها في حاجه ابدا والله نفسها اموت. فالبيت كله انا عايزه اقول لكم ان احنا بقالنا من اول ما البتاع ده اخترعوه وعلي محسسنا ان هو مخدرات ساعه ما والله العظيم ساعه ما حد ثواني يا بندق ساعه ما حد يفكر يقول له ابوه نفسي ادوقه اصل كذا حد قال لنا ان هو فيه بيتعمل من مواد مش كويسه. فالمهم يعني احنا بعد ما اشتروه كل واحد فينا ياخد شفطه مش هيدور ابراهيم هيشتري خلينا نسكر يا سعاد احنا كلنا هنسكر يا سعاد سوا. شربنا حشيش يا سعاد، فانا اقنعته ان كل واحد يدوق ماشي هاتي وريهم. ونادين ماشيه تلف علينا بتدينا كل واحد ايه دي مارشميلو بنوتيلا في الاخر هتقول خد افتحها يا عاد يخرب بيتها قولي شكرا ربنا ما يحوجني لحد قولي شكرا ربنا ما يحوجني معاكي بكام يا نادين؟
بجد في صحتك يا معلم. هو كلها مكفوف لك لسه بس عشان عايز اعرف راي بابا. هموت واعرف راي بابا عشان يتاكد ان هي عصير تفاح يعني مش حوار. دواء كحه صافي. اكيد مش الطعم اللي انت قصدك عليه. هو ايه اللي قصدك عليه يا مختار؟ يا عمرها ما دقيته يعني بس هتجربه. ده طعمه وحش قوي. والله وحش قوي. دوق كده شوف. لا انا مش هدوق. والله دوق دوق والله ما حصل. اقسم بالله وحش قوي. يا ريت اخر. النبي دوق اصلا خاطري. حتى عايزه ادوق. والله لازم جامد. انا ادوق جامد. انت على فكره عندك حول في التذوق. لا في حاجه في كده بحبها ليا تلسع كده. طب دواء اخوكي كده؟ دواء اخوكي؟ دواء اخويا صحته عشان ما ادقش مع صاحبه مره. لا مش حلوه. ده قبل كده؟ مرتين تلاته. بيقوم عليا. لا نلو لا لا دي زائد 16 سنة. لا لا ايه ده ايه ده وحشة وحشة يا نانو والله. طب تدوق شفطة. دوق شفطة هنا. بس هي تقريبا طعمها ما كانش كده. ما ينفعش يا ماما. مش هو المفروض بطعم الكوكا كولا باين. انا اخر مرة كنت دوقتها كان جاي معايا اناناس والله اقسم بالله طعمه زي الزيت. ده الكحة الابيض ده الاكشن نانو. لا لا وحش وحش والله جامده والله وحش. لا لا شوف بالله عليك كبي كمان كبي. نقطه 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 مش هدوق. دوق بس كده غير طعمه. طب لا دواء بابا عارف طعمها في شبيه من البريل كتير. يعني بيرل عدل. انت اللي مش حاببها. شوف شوف طعم طعمه اتغير. دواء كحه مغشوش وحش بايظ. طب دواءها بابا ونور كمان مره. اسكر 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 يمكن تنسى. اشرب يمكن تنسى. ايه هيسكر 25 جنيه والله اول مره يخش البيت بتاعنا. اسمعني ما فاكر الفلوس اللي دفعتها في شوار نديمه. افتكر وانسى الحاجات اللي لسه فستان الفرح وفستان فرح نانو ولسه هنشتري حاجات ويوم الحنه جايبين دي جي وسماعات. انا اللي جايبه دي جي. انت دافعي؟ لا انت دافعي بس انا جايباه. ايوه بص تخيل كميه الفلوس اللي لسه هتدفعها. اشرب 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 وانسى. اشرب يمكن تتقول اشرب وانسى. لا لا بقى واحد. لا يا شيخ بامانه وحشه. والله العظيم بتهزر. انت بتهزر صح؟ انا عايز لا مش شغال. اتفضل. احنا كنا لسه بنقول لكم ان علي اخيرا اتنازل عن ما بقى. في البقاله وحشه وحشه. والله وحشه. أيوه. امك ناسي ده. انا خلاص قيلت شويه. انا خلاص كيف واخيرا شربتها اول مره في حياتي. قعدت خلاص بقى في حياتكم قعدت تجيبوها جبناها مره وخلاص. لا مش احنا ده ابراهيم اللي جابها على فكره. والله انا ابراهيم وانا اللي جايبينها. بصوا بقى احنا خلصنا الغداء وخلصنا كل حاجه وانا وعلي اللي ورا هناك ده هنخرج عشان نحجز الكوافير بتاعنا دين وانا عايزه اكل كسكسي. وعلي يعني ايه جاي معانا يوصلنا ويروح من كذا مشوار وهيسيبنا انا ونادين بقى نشتري كام حاجه ناقصه. تعالى وانت في هنا لسه دي حاجات مش كركبه. ده اسمه ايه نادين الكنبه دي بالله عليكي؟ والله انا مش عارفه اسمه بس هو حلو. هاتيها حلوه هاتيها. هي انا جايباها لنادين بس بصراحه هي مش لاقي لها مكان عندها. انتوا عارفين اللي هو اسمه ايه؟ حاجه بنسك مش عارفه اسمه ايه اللي هو ده. هلاقي لها مكان يا حبيبتي بس مش هتاخديها برضه. برضه مفيش فايده. المهم يعني ده احنا حاطينه هنا عشان ندينا دي. فالمهم احنا هنخرج نحجز الكوافير ونشوف كام حاجه كده نشتريها. مش هنحجز احنا رايحين نتفرج. انا لسه ما قررتش على حاجه معينه. والله هنحجز الكوافير. مفيش حاجه اسمها نحجز. حرام عليكي يا شيخه ما عادش الا اسبوع. بتفرج. عايزه اقول لكم بقى تقولوا ان انا شطوره عشان قاعده تصلي وشطوره. نعم قرأت القرآن بس من الأول بقى. مش برافو عليك شطورة يا نانا. يلا بقى هننزل يا ولاد عشان نلحق. يلا أنا أخدت دي في أوضتي. قولي رأيكم تقول إيه؟ دي أخدتيها في أوضتك. خلاص هي نادين نانو هتاخدها عشان نادين ملهاش مكان عندها. يلا بينا بقى. يا جماعة فكر ما تجيبي النوتيلا. نادين نانو عايزة نوتيلا وإحنا جايين. ماشي يلا أهو اشهدوا يا شعب جبت لها النوتيلا من اللي نفسها فيه عشان تسكت اهو عشان تعرف هي وانه يا سلام محرومه منها. ما انت لسه اكلها الوقت اهو فاضيه. كانت حته صغيره ما كلتهاش في حياتي. ايوه طيب بقى حبيبتي احنا جينا بقى سقعانين متكتكين. علي عزمني على كسكسي وانا ماشيه وجاب لنا اهو لسه متبقي منه يعني انا اكلت بتاعتي ولسه باقي منها بس علي هيضربها. اخدها ولا هتاخدها انت؟ لا كلها هنا شويه فاهمني. بعد الكلمه دي بص ده كسكسي كده جايبينه بالمكسرات والقشطه على النوتيلا بقى هيكون جامد. وعلى النوتيلا بقى حد طيب. بقى بدي وفشار بقى وشيبسي وحب حته دي نقطعها. يلا يلا لحظه ترخيص. يا سلام صورش الحته دي وفقين حاطين جواها ذهب. ما هي غاليه يعني مش من رغيفة. بصي وانا عايزة اعمل فانتوفة نقفل
نقفل بقى الفيديو على كده عشان نانو هتلاقي. اجي بقى الاقي نانو عامله ايه، خدي بقى الكاميرا وريهم. ماشي. بصوا اجي الاقي ريحه البيت نانو عامله ايه. يا جماعه كنت هفتنى، قلت اعمل لي شويه مكرونه، سامعين الصوت وشايفين الريحه يا جماعه. ماما ايه يا جماعه ما رضتش تجيب لي اكل وهي جايه بتقول لي كفايه جبت لي كنتله ب 100 جنيه، فعملتها شويه مكرونه. هي مش عارفه القلب على بني بس جميل.